التمرية الكذابية اللي بدون عجين وبعشر دقايق رح تخلصيها رح تكون كتير مقرمشة من برا وحلاوة السميد المحشية فيها بتشحي، وأهم إشي ما رح تعجين ولا رح تفردي، وما حد يقولي لي وصفاتك كذابية، ما هي كل الدنيا عبارة عن كذبة فما وقفت على وصفاتي. بالبداية رح نضيف لتر من المي، نص كوب من السكر، كوب من سميد ساسي الناعم، رح أحط عليهم كمان معلقتين كبار من ماء الزهر وأحركهم على البارد، بعدين أرفعهم على النار وأضل أحرك ليصير عندي القوام كثيف. بحطهم على صينية مدهونة بالزيت وبتركها تبرد تماما، بعدين بدخلها على التلاجة لحتى تجمد. بجيب خبز الشراك وهون هو السر، وبقطعه على شكل مربعات، وبعدين بقطع حلاوة السميد بعد ما جمدت كمان على شكل مربعات. ببلش أشكلها زي ما أنتوا شايفين بالفيديو بالضبط. الموضوع كتير سهل وكتير بسيط وما بياخد وقت، وعندي زيت ما يكون كتير غزير. بحط الخبزات المحشيين حلاوة السميد وبقليهم. شوفوا ما أسهل الموضوع، سهل وبسيط وسريع. أخذوا لون بجنن، طلعتهم من الزيت، رشيتهم بالسكر رشة هيك حلوة من السكر مع شوية فستق حلبي، ودوقوها وادعوا لي عن جد بتشهي.